قل لا إله إلا الله على جدار ما شاء الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله على جدار ما شاء الله في السنة الثامنة للهجرة وربما في السنة السادسة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن ربيعة الحضرمي إلى منطقة الخليج ليدعو أهلها إلى الإسلام. ومنذ ذلك التاريخ انتشر نور الإسلام في أرجاء البلاد، وأصبحت قطر بلداً إسلامياً يرفل بنعمة الدين الحنيف إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. رمضان موسم العبادة والطاعة، موسم قراءة القرآن، موسم الصيام والاستغفار والابتهال. المساجد في رمضان على كثرتها تمتلئ بالمصلين والداعين، تغص بالمسلمين المؤمنين. مدفع رمضان أصبح تقليداً معروفاً في الشهر الكريم، مع غروب الشمس ينطلق فتنطلق معه الدعوات الحارة، ويجتمع الصائمون على مائدة الإفطار بعد أن يرفعوا دعاءً إلى الخالق الرازق: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. في شهر رمضان تعد الأسرة القطرية أصنافاً متعددة من الطعام، ومن بين هذه الأصناف أكلات شعبية معروفة كالهريس والثريد. رمضان كريم والله أكرم. من تقاليدنا الإسلامية العريقة أن يتبادل الجيران صحائف الطعام، وبخاصة في رمضان، وتبذل الأسر القطرية جهدا كبيرا في توزيع طعام الإفطار قبيل غروب الشمس. إنه شهر الخير والبركة، شهر التآلف والتكافل، شهر المحبة والكرم. أصناف الحلوى في رمضان تزيد أمسياته حلاوة وطلاوة: القطائف والكنافة واللقيمات والخبيص والمحلبية والرهش والعصيدة، وأنواع أخرى كثيرة تجعل لرمضان طعماً مميزاً. وتهتم الأسرة القطرية بصنع الحلوى على أنواعها، وينتشر صناعها في الأسواق والمحلات التجارية. إنها تقليد رمضاني يتكرر كل عام، وعادة تعود مع عودة رمضان بكرمه وجوده.
يطوف المسحرات الأحياء في ساعة السحور، يرافقه ضارب الطبلة وينشد في أثناء ذلك بصوت جميل لإيقاظ الناس. في كل حي مسجد، وفي أفاق المدن والقرى تطل مآذن شامخة ينتشر منها ذكر الله في كل مكان، ويؤم الناس المساجد ليعمروها بكلمات الإيمان. إنه شهر العبادات وموسم الطاعات، شهر الاستغفار والمغفرة، شهر تلاوة القرآن في كل مكان، وتتحول المساجد إلى حلقات للدرس والوعظ والإرشاد، ويؤم قطر عدد من كبار العلماء المسلمين من المحدثين المشهورين. وتنشط أجهزة الإعلام في رمضان نشاطا غير عادي، ويقبل المستمعون والمشاهدون على البرامج الخاصة برمضان، وتسهم هذه الأجهزة في تثقيف الصائم، فتنقل إليه المحاضرات وتجعله يعيش أجمل الأيام في الشهر الفضيل. من العادات الشعبية الحلوة ليلة 15 من رمضان، حيث يطوف الصغار بالمنازل بعد الإفطار مباشرة، يملؤون أكياسهم الصغيرة بالمكسرات والحلوى مع أغنية شعبية جميلة. في العشر الأواخر من رمضان
يعتكف الصائمون ويلزمون المساجد، يحيون ليلهم بالصلاة والدعاء عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه السلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي هذه الليالي المباركة يتحرى المسلمون ليلة القدر، فيكثرون من الصلاة ويقومون ليلهم، فهي خير من ألف شهر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. في أواخر رمضان يخرج الصائمون زكاة فطرهم، إن العيد على الأبواب، فلا بد من إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فتصفو النفوس وتفرح القلوب. فإذا دخل العيد استغنى جميع المسلمين عن الطلب، وعمت الفرحة كل منزل. رمضان كريم والرزق فيه متوفر، تزداد فيه حركة البيع والشراء، وتمتلئ الأسواق بالخيرات والنعم. التاجر يحبه تجاه إخوانه الصائمين، فيوفر لهم كل ما يطلبون، وتتولى الدولة توفير المواد الأساسية في الأسواق، وتتحمل جزءا من تكاليف الشراء، وتؤمن للناس كافة جميع ما يحتاجونه في هذا الشهر الكريم. إنها التقاليد الإسلامية في التكافل والتراحم والتآلف. الأسواق التجارية تعج بالحركة، فإذا اقترب عيد الفطر وتطلع الصائمون إلى فرحة العيد، ازدادت حركة الشراء والبيع، ولا بد في العيد من بهجة الجديد. ولكن أكثر الناس فرحاً بالأعياد الأطفال والصغار. المحلات التجارية تعرض ما لديها، فإذا أيام العيد فرحة كبرى تملأ الأسواق والأحياء والمنازل، وإذا الأجواء معطرة تفوح بالشذا. إنه العيد وكفى. يتوجه المصلون صباح العيد إلى الصحراء في مكان فسيح يؤدون فيه صلاة العيد. هكذا كان يفعل رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إنه لقاء حاشد لقلوب آمنت بالله في يوم مشهود عظيم. فإذا انتهت صلاة العيد وقف المصلون يتبادلون التهاني والتبريكات. Thank you.
في الأعياد يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى شعبه أداء صلاة العيد في الصحراء، ثم يجلس حفظه الله ليتقبل التهاني من أفراد شعبه المخلص، ويقف الساعات الطويلة يصافحهم ويبادلهم التهنئة والفرحة في جو مفعم بالمحبة والمسرة. إنه الأب الحاني لأفراد شعبه، حفظ الدين فحفظه الله، وأقام شعائر الله فأحبه الموحدون بالله. الشعب في فرحة، وأفراح العيد من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. ومن أجمل مظاهر الفرح في العيد رقصة شعبية تدعى العرضة، تدق فيها الطبول وتلوح فيها السيوف وتطلق فيها الأناشيد. ولا تقتصر الفرحة على الكبار، إنها عند الصغار أكبر. ويذهب رمضان ليعود من جديد في كل عام، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية دائما بالخير والبركة والنور. Eid alayna mubarak wa sayyid Eid.